وكما كتشوفوا الاجواء الهادئه والاجواء المتميزه ديال المؤتمر اللي كتعبر على النضج التنظيمي والسياسي ديال الاتحاديات والاتحاديين وعلى مدى الوعي ديالهم بدقه المرحله اللي كيجتازها حزبهم واللي ماشي من الممكن الا يخرج الاتحاد قوي واكثر قدره على الفعل السياسي المتميز داخل الساحه السياسيه. بالنسبه للكلمه ديال الاخ الكاتب الاول هي كانت كلمة قوية شاملت جميع بشكل مفصل الأوضاع السياسية في البلاد والنظرة والتوجهات ديال الاتحاد بالمقارنة مع هاد الوضعية. وكذلك اليوم كتشوفوا انتصار ديال الإرادة ديال الاتحاديات والاتحاديين في الاستمرار في النهج التصاعدي ديالهم والوفاء ديالهم للقيم والمبادئ ديالهم والتوجهات التنظيمية. كنركز على التوجهات التنظيمية اللي استطاعت أنها تقود الحزب لاستعادة المبادرة ديالو والتثبيت ديال الوجود ديالو داخل الساحة السياسية بكل هذا الزخم وبهذا القوة. بطبيعه الحال غنحسوا بالفرق ديال ما تلاقيناش مع واحد المجموعه من الاتحاديين والاتحاديين اللي اعتدنا ان نشوفوهم في المؤتمرات الوطنيه ديالنا، ولكن بكل صراحه اليوم الاتحاد الاشتراكي كينجح في تنظيم هذا المؤتمر بهذه التقنيه ديال التناظر عن بعد من خلال راكم تابعتوا الجلسات المختلفه في مختلف المنصات الجهويه وكيفاش كان الاتحاديين عندهم ذاك الحس التنظيمي وذاك الحس السياسي والوعي بضروره انجاح المؤتمر. تعتقد انها تجربه رائده اليوم في المغرب اللي ما يمكن الا تخلينا نكونوا كاتحاديين فخورين بهذه التجربه. وتسجيل اربعات اخرى باسم الحزب وشراء مقرب باسم الحزب بان الجعد خريبه اتحاديه ابا عن جد. ودغنيغمون عاد التحقت بالحزب خط الانتخابات الاخيره البرلمانيه كوكيله لائحه وما توفقناش، ولكن كبرنا لا بلاتفورم ديال الاتحاديين في الاقليم الخميسات. هذا هو اول مؤتمر ليا بصح، ولكن من زمان وانا تنتابع الحزب. الحمد لله تيمشي بخطى كبيره القدام، وتنحترم كاع الاعضاء ديالو، تنحترم الاراء ديالهم، تنحترم السياسه ديالهم والنظره الشاملة ديالهم للمغرب إن شاء الله القدام.